with my strategy, we can't lose. Just pay attention and follow my lead. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب، وإن شاء الله تنبسط. والله كل الله كنت افلش، انا حسبته مات مع الاوتو الاخيره الزبط. شو اذا دش علي راح يموت؟ اذا دش علي بس اوكي مو قاعد طقح ما راح مضيات لك بحكي بس انت دبلي؟ اوكي ما ادري ليه ما سوى دبلي صراحة عاد جبت اطلع الداخل سنة محترمين تعالي خلي اخذ الحبة بس قبل الله حبك اوكي واحدة ثانية هب هب او ماي جاد هاي اوخ لو اني خذيت السكات قبل لا اموت انا هيلتك ها اكيد بوك مي اندر ذا تاور سو ساد ايماجن اكيد لوكس اكيد مورغانا اكيد زرث قسم ما تلعب الجيم يعني ها ايزي ترى انك تلعب ضد بوك يعني مو الصعوبة اللي حين على حسب ايش يكونوا قدامك كمان في عندهم يلعبوا سيف في البداية يوصل ليفل 3 بس الحمار اول خلاص هي جيفز اب ويف على الباونس باك ليفل 3 اي على الباونس باك ليفل 3 على بالك يعرف يسوي الكلام هذا في الليل ده اي شيء ثاني اف ذا اف انت عارف اف ذات دازنت ورك يعني يو فيل وانس قسما بالله خلاص هي ما يوقفونا لا خلاص الا في احد موجود هي ما يقد لا لا ترى اكيد الجنجل موجود هي صاروا رياضيين شوي ايه بالضبط شنو هذا قاعد ابوش انا جنجل 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 خندس خندس وانت هربك باي باي انت هل كمان واجد علي الحركات يرجع احس انه بيجوك انت اوكي احسن يقدر ياخذ لحاله بس دغدغ مشاعره هسه ويسار كنت بضربه قبل ما ضيعت الدبليو حقها هذه ما جبت الكيو حقتك انت ولا انا ما انتبهت؟
وقفت لي الدبليو الاخيره. انا طلعت يب يلا اوكي ما جاي عندي هيل ثانك ويك فور مي هلا ما صدق أقدر أزل. خيرا برجع. أحسن فين ما أدعت عن ولا كان ضارب معي. راح عليه كبير. ليش نجايك؟ كيف ما عندي. رايح لفيجو يا حيمون تعلي مساك البلا بلا حيمون ما تبغاها معايا ساني عندك اوه يو داي وات ذا فوك از ذا دامج يجي من نحن دور سلندرنا وخلاص سبورت كان كاري اقوى رول يا تابع اوكي سويت التيمات كما اختفى I'm the fucking king of rock, bitch, poppin'.